بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حديثنا في موضوع الانهيرتنس، وهناك عندنا موضوع متعلق بالانهيرتنس ألا وهو overriding methods. overriding معناها تجاوز. إيش يعني؟ الآن لما يكون عندي super class و sub class، بنعرف إنه sub class يرث الميثودز والديتا ممبرز الخاصة بالسوبر كلاس، ولكن أحيانا نحتاج أن نعرف نفس الميثود أو ميثود بنفس السيجنيتشر تبع ميثود معين في السوبر كلاس. يعني عندي في السوبر كلاس ميثود معين يقوم بعمل معين، ولكن أحتاج أني أعدل الامبليمنتيشن الخاص بهذا الميثود في السب كلاس حتى يتناسب عملوا مع السب كلاس، فننشئ نسخة من هذا الميثود بنفس السيجنيتشر. السيجنيتشر ألا وهي عدد البارامترز ونفس نوعها، وكذلك نفس الريتيرن تايب الخاص بهذا الميثود. فلما يكون عندي نسخة أخرى من هذا الميثود بنفس الهيدر، يعني نفس السيجنيتشر ونفس الريتيرن تايب، ولكن الامبليمنتيشن داخل الميثود مختلف، هذه الحالة بنسميها overriding، تجاوز للميثود حق أو الخاص بسوبر كلاس. فهذه بنسميها overriding، يعني هو فعليا إيش اللي بيعمله؟ زي بتجاوزه أو ينسخه أو يعدل implementation الخاص فيه. هذه الحالة بنسميها overriding. خليني أوضحها كمثال على موجود عندي مثال بسيط على موضوع الاوفررايدنج. فعليا لنفرض انه عندي سوبر كلاس اسمه فيهيكل، مركبه، وعامل فيه ميثود اللي هو public void run، وبطبع لي هذه الجمله فقط فيهيكل از رانينج. الان لما اعمل كلاس سب كلاس من هذا السوبر كلاس او تشايلد كلاس فعليا اسمه بايك اكستندز فيهيكل، عملت نفس الميثود عندي الا وهو اللي هو الميثود run، ولكن الامبليمنتيشن ايش مختلف داخله، بطبع لي جمله مختلفه bike is running safely. فاحنا بنقول في هذه الحاله الرن ميثود فعليا is overridden by البايك كلاس، فهو تم عمل override لهذا الميثود عندي في السب كلاس. الآن لو عملنا له تيست مثلا، عملت في داخل المين عملت اوبجكت من نوع بايك ثم استدعيت الرن، هو الآن فعليا الكلاس بايك هو ورث هذا الميثود عن الفيهيكل، ولكن قام بعمل نسخة أخرى فهو عمل تجاوز له. في هذه الحالة عمل له ايش؟ overriding. ففي هذه الحالة لما يجي نستدعي الرن تبع الاوبجكت اللي هو من نوع بايك، راح يستدعي اي رن فيهم فعليا الرن المعمول فيه اللي هو البايك كلاس او السب كلاس. فخلينا نشوف لو اعمل رن فهو راح ينفذ لي مين؟ هذا طبعا بايك از رانينج سيفلي، يعني نفذ لي الميثود المعمول له override. لو ألغينا هذا على سبيل المثال وعملت run، راح يستدعي لي عفوا ألغيت الخاص في الفيهيكل، لو ألغيت الموجود الميثود اللي عامل override راح يستدعي طبيعة الحال الرن الخاص بمين اللي هو السوبر كلاس أو البيرنت كلاس اللي هو vehicle. vehicle is running. فهذا المفهوم اسمه overriding كما ذكرنا من قبل. طيب هل ممكن الآن، هل ممكن إني أستخدم الرن الخاص ب أو الميثود الخاص بالسوبر كلاس؟ نعم ممكن أنا أستدعي داخل حتى الميثود أو داخل الكلاس اللي هو سب كلاس باستخدام السوبر كيورد. نقول سوبر دوت مثلا رن، فالآن هو بيتم استدعائه. يعني لو الآن نفذت هو فعليا راح نستدعي الرن الخاص بالسب كلاس، وهو بدوره بيستدعي الميثود الخاص بالسوبر كلاس، فراح يطبع لي
vehicle is running و bike is running safely في نفس الوقت. هذا مفهوم الاوفررايدنج. هناك بعض النقاط اللي يجب انه نقف عندها او ننتبه لها. الاوفررايدنج يختلف عن ما يسمى بالاوفرلودنج. احنا تكلمنا عن اوفرلودنج ميثودز. البعض ممكن يتخربط بين المفهومين او يكون في لبس معين بين المفهومين اللي هو ميثود اوفرلودنج وميثود اوفررايدنج. ميثود اوفرلودنج اني انشئ اكثر من نسخه من الميثود بسيجنتشر مختلف، يعني انه يكون عدد البارامترز او الداتا تايبس تبع البارامترز مختلف، في هذه الحاله بتكون اوفرلودنج. الاوفرلودنج ممكن يحدث في نفس الكلاس وكذلك بين اللي هو سوبر كلاسز وسب كلاسز، يعني انه ممكن اعمل اوفرلودنج لاكثر من ميثود داخل، يعني سواء في وجود انهيرتنس او بدون وجود انهيرتنس. بينما الاوفررايدنج لا يحدث الا بوجود انهيرتنس، ويجب ان تكون السيجنتشر للميثود متطابقه حتى نسمي هذا اوفررايدنج. نقطه اخرى، موضوع الاوفررايدنج. الاوفررايدنج اذا كان عندي برايفت ميثود، لو كان عندي ميثود برايفت، هل بقدر اعمله اوفررايدنج؟ لا، لانه ايش، ما بقدر اعمل له اكسس اصلا من السب كلاس حتى اقدر اعمل له اوفررايد. ونفس الشيء موضوع الستاتيك ميثود. الستاتيك ميثود ايضا كانت ب اوفررايدن. فخلينا نشوف هنا هذه بعض النقاط. an instance method can be overridden if it is accessible. Thus a private method cannot be overridden because it is not accessible outside its own class. فهذه النقطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. If a method defined in a subclass is private in its superclass, the two methods are completely unrelated. فإذا كان موجود أصلاً كبرايفت في السوبر كلاس، التو ميثودز ليس لهما علاقة ببعضهما البعض، يعني نسميهاش اوفررايدنج. ونقطة أخرى، like an instance method, a static method can be inherited. However, a static method cannot be overridden. If a static method defined in a super class is redefined in a subclass, the method defined in a super class is hidden. يتم إخفاءه أو يكون مختفي. The hidden static methods can be invoked using the syntax superclass name dot static method name. فبنقدر نستدعيها من خلال اسم الكلاس. فهذه النقطتين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في موضوع الأوفررايدنج. بالنسبة للأوفررايدنج والأوفرلودنج، هذا المثال يوضح موضوع الاوفرلودنج والاوفررايدنج. يعني لو عندي مثلا كلاس تيست وعندي كلاس بي، مثلا كلاس تيست طبعا بيعمل فقط تيست لكلاس اي وبي، وعندي كلاس اي يرث من كلاس بي. كلاس بي فيه ميثود اسمه بي وياخذ بارامتر من نوع دبل، وكلاس اي فيه نفس الميثود بنفس السيجنتشر، يعني الهيدر الخاص بالميثود بي المعرف في داخل كلاس A نفس الهيدر الموجود في كلاس B. فهذه الحالة احنا بنسميها ايش؟ بنسميها overriding. فاحنا لما نعمل object من نوع A ونستدعي هذا الميثود، راح يستدعي لي الميثود الخاص بمين؟ B او overriding method، فراح يطبع لي هذه الجملة. في الجهة المقابلة عندي الآن كلاس B وعندي إيش public void B ويأخذ بارامتر من نوع دبل، وعندي A يرث من الكلاس B وفيه نفس اسم الميثود P ولكن السيجنتشر مختلفة، ألا وهي إيش؟ الداتا تايب الخاصة بالبارامتر الموجودة. هذه الحالة بنسميها overloading وليس overriding. هو ما عمل override للمثود ولكن overload، يعني كأنه أصبح عنده نسختين من المثود، واحدة تشتغل على integer value والثانية تشتغل على
double value. فهذا الفرق بين الاوفرلودينج والاوفررايدينج. من الامور التي يجب ان تراعى حتى نفرق بين الاوفررايدينج والاوفرلودينج: overridden methods are in different classes related by inheritance. Overloaded methods can be either in same class or different classes related by inheritance. ذكرت هذا قبل. وكذلك overridden methods have the same signature and return type. وoverloaded methods have the same name but different parameter list. فهذا الفرق بين overloading والoverriding. في هناك نقطة يعني مهمة: to avoid mistakes. يعني احيانا اذا انا بدي اجبر ان الكلاس يعمل override واذا ما كان الشغل override يعطيني error. okay, to avoid mistakes you can use special java syntax called override annotation to place اللي at override before the method in a subclass. حتى اقول للكومبايلر انه هذا الميثود لازم يعمل override لميثود اخر في السوبر كلاس, بضع اللي هو الانوتيشن الخاص بأوفررايد. فإذا اختلف السيجنيتشر راح يعطيني ايرور لأنه أنا أجبرته إنه يكون أوفررايد. فthis annotation denotes that the annotation method is required to override a method in the superclass. If a method with this annotation does not override its superclass's method, the compiler will report an error. For example, if toString is mistyped as to string with a small okay or with a small s, a compile error is reported. If the override annotation isn't used, the compile won't report an error. Using annotation avoids mistakes. فأنا إذا بدي أجبر الكومبايلر إنه يعملها override, فبحط اللي هو override annotation. Otherwise, إذا كان مختلف signature راح يعطيني error. إذا ما وضعت override annotation وكتبته بمسمى آخر راح يكون method آخر ليس له علاقة في الميثود الموجود في السوبر كلاس. هذا كان كل شيء بما يتعلق بخصوص ما يتعلق بميثود overriding. راح نتكلم إن شاء الله في التسجيل لاحق عن polymorphism, فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.